وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، وإليك حن الجذع والذئب اشتكى، وغزالة جاءت من الوديان، وكذا البعير أتاه ينطق باكيا، وكذاك نطق الضب والثعبان، أحيا الظلام لذي الجلال مناجيا، حتى اشتكت من ضره القدمان، وعلى على المعراج أحمد للسما، حتى دنا للرفرف النوران، فتأخر الروح الأمين وقال يا خير الخلائق سر، فهذا مكاني، لو زدت يا مختار عنه خطوة لحرقت بالأنوار يا عدنان. موسى على الجبل العظيم أمرته أن يخلع النعلين حين أتاني، ووطأت يا مختار بالنعل السماء حتى تشرفت أملاك ذي الغفران. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، أبا بكر في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي ابن عمه بحر العلوم وأسد السرى، وعلى بقية التابعين والعاملين الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، كان سيدنا عمر كثيرا ما يقول لنفسه: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ وهو من هو؟ هو الذي نزل القرآن من السماء موافقا لرأيه. هو من هو؟ هو الرجل الثالث في الأمة الإسلامية رسول الله، وأبو بكر ثم عمر. عمر الرجل الذي يأخذ كتابه بيمينه وهو أول آخذ. عمر الذي كان الشيطان يفر منه ثم يسلك واديا غير وادي عمر. يقول: ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ وأنا أسألك حبيبي الكريم، هل بعد صلاة الجنازة فكرت في يوم يصلى عليك؟ فكرت أنت ساعة أن يقول الإمام قدم الجنازة أن تكون أنت المقدم للصلاة عليك؟ هل لما حملوها فكرت في قول الحسن ساعة أن صلى على جنازة قال للمصلين:
قال للمشيعين أنتم اليوم تصلون غدا يصلى عليكم، أنتم اليوم تحملون غدا تحملون، أنتم اليوم تشيعون غدا تشيعون، أنتم اليوم تذهبون وتعودون غدا يذهب بكم ولا تعودون. هل فكرتم ساعة أن يغلق عليك باب قبرك وأصبحت وحيدا فريدا في قبره ثم أماته فأقبره؟ هل فكرت في قبرك على أي حال سيكون؟ أيكون روضة؟ أسأل الله ذلك. أيكون روضة من رياض الجنة؟ أم يكون حفرة من حفر النار؟ إلى كل حاضر معنا، فكر في الليلة الأولى في قبرك. قال عنها الإمام الشافعي: تالله لو عاش الفتى 1000 من الأعوام، من الذي عاش زيادة على 1000؟ إنه نوح فحسب، إنها الأمم السابقة قبل أمة رسول الله. فإن الأثر يقول أن شابا مات على 300 عام، عمره 300 سنة، فلما مروا على المقابر قالوا شاب مات صغير 300 سنة، وإذا بالرجل الصالح يقول مات في ريعان شبابه. فقيل له: لو علمت أن هناك أمة لا تصل إلى 100، أمة استحالة، إلا ما نضر تجد الأعمار كما قال النبي بين 60 و70 أعمار أمتي، هكذا قال المصطفى، أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل قليل من يتجاوز ذلك. وإذا تجاوز ذلك نقول ما قاله الله: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. إيه؟ أصبح في رزالة العمر 60 و70. قالوا: لو علمت أن هناك أمة لا تصل إلى 100، نعمل إيه؟ قال: والله لو كنت من هذه الأمة لبنيت بيتي على شفير قبري. ما تستاهلش إن أنا أكل أختي، ما تستاهلش إن أنا أقطع رحمي، ما تستاهلش إن أنا أعق أمي وأبي، ما تستاهلش أنني لا أحسن تربية أبنائي ولا يكن فوق بيتي خيمة من نور تهتدي بها الملائكة. بيوتنا ملئت بالأغاني وبالطبل وبالزمر وبالرقص، والقرآن أصبح لا يقرأ في بيوتنا. أمة هجرت القرآن، أمة بينها وبين المصطفى قضية قدمت إلى ساحة العدل. ساعة أن هجرنا القرآن بكل معانيه، أطول الأنبياء عمرا سيدنا نوح، القراءة الثالثة ذكرتنا به، يسأل: يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا؟ قال: وجدتها كدار لها بابان، دخلت من واحد وخرجت من الآخر. يا دنيا قولوا لها ما قال
له الإمام علي: يا دنيا غري غيري ابعدي عني، يا دنيا غري غيري، سألوا الله أن يجعلها في أيديكم ولا تكن في قلوبكم، إن تربعت على سويداء القلب قتلت أصبح لا يفكر إلا فيها. واعلم علم اليقين أن الله قال عن صنف من الناس يحبونها، كلا بل تحبون العاجلة، حب الدنيا ليه ونذر الآخرة. قيل لأبي حازم: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدور وخربتم القبور. الدنيا عمرانة، القبور ماذا في صحائفنا؟ ماذا معنا؟ هل لنا من خبيئة؟ حد لعمل خبيء بينه وبين الله؟ عمل لا يعلمه إلا الله. أعمالنا واضحة ولا بد أن ترى للناس، ولا بد من التشهير. يا إخواني اجعلوا بينكم وبين ربكم عمل لا يعلمه إلا هو. أطول الأنبياء قال بابان: دخلت وخرجت. إصراع لم يدرك بعد 1300 عام، قال: دخلت من باب وخرجت من الآخر. تالله لو عاش الفتى 1000 من الأعوام مالك أمره، متلززا فيها بكل نعيمة، متلززا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، معياش لا يعتريه السقم فيها مرة. واسمعوا هذه الحكمة، واسمعوا هذه النصيحة. قيل لرجل: عشت 1000 عام، ما مرضت يوما، ما أخذت عشبا، ما أخذت عقارا، مت وأنت في صحة وعافية، فماذا كنت تصنع؟ قال: كنت أصنع 3. اسمعوا يا رجال، قال: كنت لا أدخل طعاما على طعام، وكنت لا أجمع بين حرين في آن واحد. يا مسلمين، يأكل سمك ولحمة طقة واحدة على مائدة واحدة، وفقراء المسلمين يتلوون جوعا، فقراء المسلمين كحال المرأة التي رآها سيدنا عمر وهي تضع الحجر في الماء وأبناؤها يبكون. الأول يقول: أماه كدت أموت جوعا، والثاني يقول: أماه ارحمي مني الضلوع، والثالث يقول: ألا أحظى بلقيمات يقمن صلبي قبل ما أمضي صريعا. ويسأل عمر عن حالهم فتقول: لا أجد لهم طعاما. ثم يقول لها: ما شكواك؟ قالت: أما عن شكواي فأرفعها إلى الله. هتقول إيه؟ قالت: الله في عمر، أشكو عمر إلى الله. وعمر رجل مع قوته، إلا أنه رقيق القلب، يسمع من المرأة وهو يسير في الشارع: إن عذاب ربك لواقع، يقع على الأرض مغشيا عليه. مرض 40 يوما من أثر آية: إن عذاب ربك لواقع،
يسمع المرأة وهي تقول الله الله في عمر، فيسرع إلى بيت مال المسلمين ويأتي بدقيق وسمن وعسل. يقول له الخازن بعدما سمعه يقول احمل علي. استغرب أمير المؤمنين يحمل، أحمل عنك أم عليك؟ قال علي. قال أمير المؤمنين عنك أم عليك؟ قال علي. سكلتك أمك، أأنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ ثم سار معه عبد الرحمن بن عوف المرافق وجلس أمام النار وبدأ يجهز الطعام لليتامى بيده. عمر طباخ لليتامى، بل كان يؤكلهم بيده. ثم خرج واختبأ خلف صخرة. البرد، عبد الرحمن يقول كاد البرد أن يقسم عظام ظهورنا. قال يا أمير المؤمنين البرد؟ قال والله لن أغادر مكاني حتى يضحكون كما جئت إليهم وهم يبكون. ثم قال للمرأة ائتيني في الصباح سأكلم عمر في شأنك. فلما دخلت وجدت سيدنا علي، يا أمير المؤمنين، يا عمر، سيدنا عثمان، يا أمير المؤمنين. تراجعت المرأة، قال تقدمي ولا تتأخري، بكم تبيعين مظلمتك؟ عمر خايف، احنا ما بنخافش، احنا صايمين عن الحلال ونفطر على الحرام. اللي صايم لو اكل كسرة خبز مفطر في نهار رمضان. طب اللي واكل من اخته مليون صايم؟ اللي واكل على اخته فدان صايم؟ ويسأل ربه عند افطاره لك صمت وعلى رزقك افطرت. ذهب الظمأ منين وابتلت العروق؟ ماشي. وثبت الايه؟ الاجر منين؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يا اخوانا كلوا من الطيبات، طيب قدامك، ارضى بما قسمه الله لك. لا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك الى متاع غيرك. واعلم ان هذه الليلة الاولى المرأة هتتأخر. قال بكم تبيعين مظلمتك؟ قالت العفو. قال بستمائة درهم. ثم قال لعلي وعثمان اذا انا مت فضعوا هذا التنازل عن المظلمة. كتب، تنازلت المرأة عن مظلمتها لعمر بستمائة درهم من حر مال عمر. قال ضعوها بين جلدي وكفني. ليه؟ كي ألقى الله لا لي ولا علي. أقسم بالله العظيم هناك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. المحضر في الخير تريده، أما الثاني تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الله يقول لك احذرني، احذر غضبي، احذر عقابي. الليلة الأولى في القبر، تالله لو عاش الفتى ألفا من الأعوام مالك أمره، متلززا فيها بكل نفيسة، متنعما فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة تلته. تع الراجل قال لا أدخل طعاما على طعام ولا أجمع بين حرين وأعرض نفسي على الخلاء قبل النوم. هذه نصائح جربوها، ستجد الصحة والعافية، ستجد أنك في كامل قواك. الله لا يكلف النفس إلا وسعها، لا تكلف البطون أكثر من وسعها. وانظروا أن نبيكم قال حسب ابن آدم لقيمات. هي إيه؟ طمع والجشع، هي لقيمات. يقمن صلبة فإن كان لابد آكلا، فثلث لطعامه
وثلث لهوائه وثلث لمائه، متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، وإن شئت فقل ببابه، ما كان ذلك كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره، ساعة أن يأتي العمل الصالح صاحب الثوب الأبيض والوجه الأبيض والرائحة الفواحة، يقول له الميت من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح ألازمك إلى يوم القيامة، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قيام ليلك، أنا القرآن الذي سهرت من أجله، أنا القيام الذي تورمت قدماك وأنت تقف بين يدي الله، أنا إصلاح ذات البين، أنا شهادة الحق، أنا دائما وأبدا أجري على الله لا آخذ ما لا حق لي فيه. هؤلاء يقول ألازمك إلى يوم القيامة، وهنا يقال له ساعة أن أجاب ربي الله وديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي ورسولي، انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة. الثاني الظالم الجشع الذي لم يقل قولة الحق، الذي مد يده للرشوة، الذي استباح ما لا يحله الله له، يأتي إليه صاحب الثوب الأسود والوجه الأسود والرائحة المنتنة، يقول له من أنت؟ فوجهك الذي لا يبشر بالخير، أما الأول وجهه يبشر بالخير، يقول ألا تعرفني؟ أنا المخدرات، أنا قطيعة الأرحام، أنا الإعراض عن ذكر الله، أنا معاداة المساجد وأئمتها، أنا التعدي على الجار، أنا الكتابة التي كتبتها وليكتب بينهم كاتب بالعدل، ما كتبتش بما يرضي الله، أنا الحق الذي كتمته، أنا الضعيف الذي وضعت هما على رأسه، يقول أنا عملك السيء ألازمك إلى يوم القيامة. ثم يقال له بعد عدم الجواب انظر إلى مقعدك من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا في النار. حبيبي تفكر في الليلة الأولى، تفكر في الليلة الأولى، تفكر في ضغطة القبر، تفكر وتذكر أن النبي قال للقبر ضمة، لو نجا منها واحد لنجا منها سعد، لنجا منها سعد، لا ينجو من ضمة القبر، وهي تختلف من واحد إلى واحد، فتكون مع الصالحين كحنان الأم على ولدها، على وليدها، أما الثاني ضغطة القبر منها تختلف أضلاعه. قال الحسن تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وافيت قبرا أنت به تقيم إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى ممزقة مقطعة الأهاب، فلولا القبر سار عليك سترا لنتنت الأباطح والرواب، خلقت من التراب فسرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فسرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. اسمع نصيحتي، اسمع لكلام الحسن، فطلق هذه الدنيا ثلاث وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك لا يدل على الصواب، ينادي في صبيحة كل يوم لدو للدود وبنو للخراب، لدو للدود وبنو للخراب، يا ديار أين عمارك، ويا بحر أين أموالك، ويا أرض أين زراعك،
أين من عاشوا على أرضي وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهناك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أقمنا الحجة على أنفسنا وعليكم قبل أن يقال لنا ولكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. واحذروا الجواب، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول قتادة يرد عليهم بعد 1000 عام ويقول لهم الخازن اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله عز وجل قال في المطففين، هذه في المؤمنون، قال عن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هناك اليوم الموعود، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. أسأل الله تبارك وتعالى لأمنا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. أسأل ربي أن يمن كتابها وأن ييسر حسابها وأن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، ووطنا خيرا من وطنها، وجيرانا خيرا من جيرانها. وأسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل هذه الليلة من أسعد لياليها، وأسأل ربي أن يمتعها برفقة رسول الله في أعلى الفراديس. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.